الهدف من تنظيم الفعاليات المعرض الأول البيداغوجي للمدن الذكية على المستوى الإفريقي اللي غيتقام في شهر مارس ما بين 15 و 17، تحت شعار الهندسة المغربية في خدمة المدن الذكية، اللي غيتقام في المدينة الابتكار والنقل التكنولوجي التابع للجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. الهدف ديالو هو خلق جسور ما بين الفاعلين السياسيين وعمداء المدن ورؤساء الجهات من جهة، ومن جهة ثانية ما بين مكاتب الدراسات والهندسة واستشارة ومهندسين معماريين وما بين صناع الحلول. غير يكون واحد محاضرات وندوات كتناول جميع المواضيع كتعلق بالمدن الذكية، بينها الأمن والسلامة، الطاقة المتجددة، النقل الحضاري، وترشيد في مجال المياه. بموازية هذا المعرض سوف نقدم أول مباراة وطنية وإفريقية لأحسن ابتكار في مجال المدن الذكية، ويكون تتويجه بأحسن ابتكار لهذه السنة. وكذلك غتكون بعد غتكون أول مدينة ذكية مصغرة غتقام في الحرم الجامعي للحسن الثاني، اللي غتكون طيلة السنة، وغتكون فيها كمعرض اللي غيزوروا فيها الناس رؤساء الجامعات وعمداء المدن باش يشوفوا آخر ابتكارات والتكنولوجيا الحديثة في مجال المدن الذكية. هذه المدينة الدور ديالها الرئيسي هو نقل التكنولوجيا الى المؤسسات الصناعيه ديال منطقه الدار البيضاء عامه، والشراكه اللي عندنا مع مكتب دراسات انوفاتيل انجينيرين جات في اطار واحد البارتناريه اللي عندنا معهم في ان بروجي دو سمارت باركينغ. في الاول كان تنحصر في هذا المشروع خاصه بسمارت باركينغ، ولكن من بعد شفنا بانه مدينه الدار البيضاء كلها عطلة على تكميل في توسكيا انتيليجون، دونك الحلول الذكيه. فوالا سي سا سي المدن الذكيه، دونك بحكم دونك اول مدينه مغربيه اقتصاديه وصناعيه، دونك خاصها تكون في اليماج ديال هذا المستوى ديالها من ناحيه الذكاء الاصطناعي والذكاء العام مثلا. اذا التقينا باش ننظموا هذا الملتقى اللي غادي يكون ان شاء الله نهار 15 16 17 مارس 2023. في هذا الملتقى غادي يكونوا عروض ديال المؤسسات الصناعيه المغربيه اولا وعالميه اللي كيخدموا في هذا المجال ديال المدن الذكيه، اذا غادي يعرضوا المنتوجات ديالهم، وغادي يكونوا اون مان تو غادي يكون معاهم المقررين السياسيين ديال رؤساء الجامعات، رؤساء المسؤولين، باش يقرروا اللي تيوافقهم كل واحد على حسب المدينه ديالو، حسب الجامعه ديالو. وهذا الملتقى غادي يكون منظم في اطار افريقي ماشي مغربي، ما محدودش للمغرب، غادي يكون افريقيا كلها ان شاء الله. غادي يكون معنا شركاء من السنغال، من مالي، من كوت ديفوار، كاميرون، اللي غادي يشاركوا حتى هما باش يشوفوا المغرب علاش قادر في التكنولوجيا الذكيه.